السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فضلا لا أمرا، الاشتراك في السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديو جديد ومهارة جديدة، وقناتكم صن ستايل فاشن، والمهندس أحمد شمس الدين يحييكم إخواتي وأخواتي، أبنائي وبناتي. كل اللي احنا بنطلبه من حضراتكم فضلا لا أمرا دعم القناة، الاشتراك في القناة، وتفعيل زر الجرس، والإعجاب بالفيديو. بطلبه من حضراتكم مرة واثنين وثلاثة عشان نقدر نوصل الفيديو دوت لأكبر عدد ممكن من الناس اللي هم يقدروا يستفيدوا منه. والمبدأ الأساسي اللي احنا متفقين دايما عليه مع بعض، الدال على الخير كفاعله. نخش في الفيديو. وقبل ما نخش في الفيديو برضو يجب ان انا اشكر حضراتكم على التفاعل والقناة اللي انتوا بدأتوا بالفعل تكبروها، تمام؟ وديت من نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا بيكم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس فلا يشكر لله. فالشكر مقدما وموصولا إليكم أولا وأخيرا. الفيديو دوت أصلا دي أول جزئية فيه، ماشي؟ احنا هنعمله على أجزاء، وهو قراءة للموديل دوت. الموديل دوت احنا هنعمل فستان برنسس، ماشي، مع اختلاف بقى أشكال البرنسس. يعني أنا جايب كذا شكل أو ثلاث أشكال، الثلاث أشكال دول بيتقال عليهم برنسس. بتفرق معايا في إيه؟ أول حاجة بتفرق معايا القصة ده، القصة إما إن هي تكون جاية من الباط هنا هوت، ماشي، وماشية دائرية كده بنفس الشكل ونازلة على الخصر، الخصر مجسم ومظبوط جدا، وبعد كده تبدأ تنزل معايا واسعة، تمام؟ دي قصة برنسس، إن هي تكون القصة جاية منين؟ جاية من الإبط هنا هوت. وتلاحظ إن أنا أعتبر بقسم الإبط دوت لجزئين، والقصة بتبدأ من النص، مرة بمنتصف الإيه؟ الصدر، مرة بمنتصف الصدر، وإن كانت القصة اللي قدامي ديت بعيدة عن منتصف الصدر. فبصراحة ما بستحسنش الشكل دوت، ما بستحسنش الشكل دوت. المفروض ان هي تخش معايا وتخش بمنتصف الصدر هنا، يعني القصة تبقى هنا هو بالظبط، يعني المسافة ما بين القصتين دول كده في المقاس المعتدل كبيرة خالص، يكون تم ايه 8 يكون 18 سنتي ما بين القصة دي والقصة دي، ما بين الخياطة دي والخياطة دي بالظبط 18 سنتي صافي، تمام؟ لكن انا لو بصيت للمسافة اللي قدامي ديت مش هتقل بأي شكل من الاشكال عن 24 سنتي، وده كبير جدا، فبيعرض معايا منطقة الصدر من حيث لا ادري، بيعرض معايا ايه منطقة الصدر. لكن انا لما اخش بالخياطة ديت فانا ببدأ اعرض المنطقة الجانبية هنا هوت، واقلل منطقة الصدر الامامية، فبقلل مستوى الرؤية، بقلل ايه مستوى الرؤية قدامي، فيقلل معايا، ماشي، من حيث لا ادري ايه عرض الصدر نفسه. يعني حتى ان كان الصدر كبير، فانا لما بخش بالقصه ديت كده، ماشي، الاخت اللي هي بتقول لنا اصلا وبكلمنا عن عيوب الجسم مثلا وازاي ان احنا نتلاشاها، دي جزئيه من باب تلاشي عيوب الجسم، ماشي. هو طبعا الجسم ربنا سبحانه وتعالى خلقه ليس به عيوب ولا دفهات، ماشي، ولقد خلقنا الانسان في احسن تقويم، ماشي. لكن انا بتكلم على ايه؟ على السمنه، على الفات، على النحافه ديت انا اقدر اعالجها بالشغل، لكن الجسم ما فيهوش عيب ابدا. فانا دلوقتي المنطقه ديت عريضه معايا، وهي فعلا معرضه، ايه يعني المانيكان نفسه اللي لابسه، ماشي، معرضه جدا منطقه الصدر. لكن تخيل ان انا لو دخلت بالقصه ديت لمنتصف الصدر بالظبط، هيقلل معايا عرض الصدر الامامي، ويعرض معايا ايه عرض الصدر الجانبي، ماشي، فيديني شكل، تمام. وانزل بالقصه مجسمه لغايه منطقه الخصر، وابدا انزل بيها ايه على وسع، وابدا انزل بيها على وسع. دي كده قصه برنسيس، ماشي. طب هل يا ترى في شكل تاني؟ في شكل تاني، حتى انا ممكن اوريه لحضراتكم، ماشي. ادي مثلا شكل تاني معايا، ده قصة برنسيس برضو، ده قصة ايه برنسيس، يعني ننزلها كده عشان تبان قدام حضراتكم. شايفين جاية منين؟
جايه من ايه؟ جايه من الرقبه من فوق. جايه منين؟ من الرقبه من فوق اهي. شايف جايه منين قصه البرنسيس بتاعتي؟ اه القصه ديت، القصه ديت اه قصه كويسه ماشي. العرض دوت شوف هيقل، مقلل معايا العرض هنا، فالمسافه هنا هو تشوف المسافه هنا هو المسافه الاماميه مقلله عرض الصدر معايا، مقلل عرض الصدر معايا. شايف بقى قصه البرنسيس جايه منين؟ جايه من الرقبه من فوق، يعني ادي حوض الرقبه ونازل بيها بنفس الشكل ده كده. ده شكل برضو جميل وشكل جديد لقصه الايه البرنسيس، ان هي بدل ما هي جايه جانبيه من هنا هوت، لا جايه من ايه؟ من منطقه الرقبه من فوق، فبتنزل من هنا هوت تمام. من الرقبه هنا هوت بخط مستقيم ماشي، وتبدا تاخد الدوران بتاعها على طول الصدر الايه الطبيعي. طب دوت بيتطلب مني حاجه، ان انا ابقى واخد مقاس الصدر من ايه، يعني اصلا مقاس منتصف الصدر، يعني ادي الصدر هو منتصفه معايا، ابقى واخد مقاسه من هنا لهنا، والمسافه الجانبيه كذلك، والمسافه ايه الجانبيه كذلك. فابقى واخد المقاس دوت اللي هو السقوط بتاع منطقه الصدر الطبيعي ومسافته الجانبيه ديت، عشان ابدا اعرف احدد النقطه الرئيسيه اللي انا هبدا ايه اوصل بيها الخط ده. ابدا احدد النقطه الرئيسيه، ما اعملهاش كده وخلاص ماشي. فالكلام دوت زي ما قلت لكم ان احنا الحاجه الاساسيه ان احنا متفقين عليها، ان انا ما عنديش في التلبيس اختراع. في التلبيس اختراع، الاختراع بقى في ايه؟ في الموديل دوت، ان انا تغيير قصة البرنسيس ماشي، تعديلها ماشي، تجريدها تمام. دي كله اختراعات على الموديل نفسه، لكن الاساس اللي انا بتكلم عليه اللي قدامي دوت، دي قصة برنسيس تمام، بس جاية منين؟ جاية من الرقبة من فوق. يبقى دوت شكل تاني لقصة البرنسيس. طب في شكل تالت ممكن نشوفه مع بعض ماشي. نشوف ده كده، دوت هو هو ماشي. شايف دي قصة البرنسيس دي جاية منين؟ جاية منين؟ جاية من فوق تمام. بس انا اظن ان هي كان ليها صورة منفردة، اشوفها كده هنا. لا دي قصة البرنسيس الجانبية برضو ماشي. نشوف ديت، ديت اللي هي اللي احنا شفناها دلوقتي تمام. لا انا ما اظنش اللي هي ايه موجوده، هي ديت اللي موجوده معايا هنا هوت، اللي هي اللي في النص يعني هنا هوت. الشكل ده اساسا بيبين لي ايه؟ بيبين لي قصه البرنسيس الجانبيه، وقصه البرنسيس اللي نازله منين؟ إيه؟ من الكتف نفسه، وقصه البرنسيس اللي نازله ايه؟ من الكتف نفسه كده. الشكل اهو، شايف قصه البرنسيس جايه منين؟ جايه من الكتف من فوق. جايه منين؟ جايه من الكتف ايه؟ من فوق هنا اهو كده اهو بالظبط تمام. لكن هنا هو بقى في الموديل الثاني اللي هنا دوت على الجنب، جايه من ايه؟ من الجنب كده. يبقى ديت اصلا قصه البرنسيس، اما ان هي تيجي معايا من الكتف من فوق، او تيجي من الجنب من هنا كده بالظبط ماشي، او تيجي من الرقبه زي الموديل اللي احنا ايه شفناه، زي الموديل اللي احنا شفناه تمام او كده. دوت بالنسبه لايه؟ لقصه البرنسيس وايه واشكالها. طب نشوف الشكل اللي احنا اصلا شغالين عليه اللي هو دوت ماشي، ونبدا ايه نتكلم عليه ايه بالتفصيل. ادي الشكل قدامي اهو ماشي. فزي ما قلت لحضراتكم، الشكل القصه من هنا هو تعريضه، انا مش عايز الكلام ده. طب اظبط قصه البرنسيس ازاي؟ ان انا باجي من تحت من هنا، ومن اعتبر ان انا من تحت الطرحه هنا، اروح واخد السقوط ده، سقوط الصدر الطبيعي كام؟ وليكن ان هو مثلا هيكون من على الجسم المنتظم من 28 لايه؟ ل 30 ل 32 ماشي. الجسم العادي دوت بالنسبه للبنت مثلا لسه ما اتجوزتش او حاجه، لكن بالنسبه لجسم، طيب نصلي كده ونتكلم ان شاء الله مع بعض. طيب نرجع تاني بعد ما صلينا المغرب بفضل الله. دلوقتي زي ما قلت لحضراتكم، ان انا قصه البرنسيس اللي هي قدامي ديت ماشي، هبدا بتختلف ايه؟ بيختلف الطول دوت من بنت لواحده متزوجه لواحده عندها اولاد. ليه؟ لان سقوط الصدر دوت اصلا بيجي حسب ايه؟ لو هي مثلا بنت يبقى من مثلا من 28 ل 30 ل 32 اقصى حاجه ماشي. وعلى فكره ان هي ممكن تكون بنت اصلا وسقوط الصدر عندها واصل مثلا ل 35 و36 حسب حجم ايه السمنه اللي عندها، وحسب ان هي تخينه او حاجه زي كده
تمام، لكن انا لازم اخد المسافه من هنا لهنا اللي هو صعود السدر، واخد المسافه الجانبيه، اخد المسافه الجانبيه اللي هي من تحت الباط هنا هو كده، يعني تخيل ان هي شايله دراعها، فانا باخدها من ايه، من تحت الباط لغايه ايه بزاويه كده بالظبط. يبقى انا خدت المقاس الصعود السدر الامامي او الراسي وسقوط والبنسه ايه الجانبيه، والبنسه الجانبيه. والكلام دوت انا موضحه في قص الكورساج، الكلام دوت انا موضحه في قص الكورساج قوي، وهحط لكم ايه اللينك بتاع فيديو قص الكورساج اللي احنا كنا عيدناه كمان عشان هو ما كانش متشاف، وعيدناه على ايه، على قطعه سودة عشان يبان معانا. يبقى انا كده بالنسبه لقصه البرنسيس هتبقى ماشيه منتظمه لغايه هنا، تمام. طيب الجزء التحتاني، الجزء التحتاني يبقى ممكن يديني على كلوش شويه، مش ومعنى كلوش ان هي مش قصه كلوش، لا مديني وسع، اصلا مديني وسع ايه مقارب لوسع الايه الكلوش. يعني ايه وسع الكلوش؟ هتبقى مديني الورورة اللي موجوده في القماش، الورورة اللي موجوده في القماش هنا. فانا ممكن تكون قصه سمكه معايا ان هي اصلا تيجي متجسمه خالص لغايه منطقه الفخذ كده، ويبدا الوسع معايا، ويبدا ايه الوسع معايا زي ايه، زي السمكه اللي احنا وضحناها في الايه في الجيبه في اخر فيديو، احنا اللي هو الفيديو اللي قبل ده مباشره، ساعه ما وضحت ايه انواع الجيبات، وقلت ان هي اصلا منها الصك ومنها الانفازي ومنها السمكه. فالسمكه دي بتبقى ايه، يعني قصه انفازي على سمكه، فبتبقى واخده ايه، واخده شكل الجسم بالظبط كده، وتروح نازله على منطقه الفخذ محجماه، وتروح نازله بالايه بالوسع بتاعه، تمام كده. دي قصه البرنسيس اللي هي السمكه. لكن دي قصه البرنسيس الطبيعيه اللي هي بتديني ايه شبه الكلوش، شبه الايه الكلوش اللي هي الورورة الاماميه اللي موجوده زيها زي ايه ورورة الكلوش بالظبط، تمام. هنبدا نشوف مع بعض الموديل اللي احنا هنشتغل فيه، تل مطرز وتحتيه ستان، وصاحبته طالبه حاجه، صاحبته طالبه ان الفستان ما يبقاش معزول عن التل خالص، يعني الجزء ده ثابت فيه التل مع الستان، الجزء ده ثابت فيه التل مع الستان، الجزء ده ثابت فيه التل مع، يعني احنا هنشتغل الفستان كانه قطعه واحده، كانه قطعه واحده. فعلينا بقى ان احنا نبدا نشوف احنا هنظبط التل مع الستان ازاي، هنظبط التل مع الستان ازاي في الخياطه، ويبقوا الاثنين كانهم قطعه واحده ما انفصلوش عن بعض. هيتدخل معايا بقى المكوى هنا في الجزء دوت، واحنا هنشوف الكلام ده، ان انا هروح جاي مثلا لازق الاطراف هنا هو اصلا بلزق وشين على اساس ان انا اظبطه كويس أو قوي قبل ما اشتغل، ماشي. لان حتى لو انا اشتغلت بالمكنه مباشره، لا صعب ان انا اظبط الاثنين على بعض، صعب ان انا اظبط الاثنين على بعض، حتى لو اشتغلت كل جزئيه لوحديها، ان انا اروح جايب التل وحطه فوق الستان وهم مقصوصين على بعض، لا في حاجه مني هتلم عن حاجه، وهيبقى في ورورة غير ملحوظه. طبعا الشغل ده صعب مش سهل، بس هي صاحبته طالبه كده، ماشي. واحنا علينا ان احنا مهما كان الطلب صعب، فعلينا ان احنا نلبي الطلب دوت، مهما كان الطلب صعب علينا ايه ان احنا نلبيه، ونلبيه بكفاءه عاليه، ان ايه يديني الشكل النهائي اللي العميل او الزبون عايزه، تمام. ده كده الفيديو اللي انا كنت عايز ابتديه، اللي هو اصلا كاشاره وكقراءه للموديل عشان اقدر افهمه، وافهم انواع البرنسيس، وافهم ازاي قصها. وهنبدا نروح على البنك ونبدا نشتغل. تقريبا انا هقفل الفيديو دوت لغايه هنا، ويبقى دوت فيديو مقدمه للفستان البرنسيس، يعني احنا هنسميه اصلا كيفيه قراءه موديل لفستان برنسيس، وهو يعتبر المقدمه او الجزء الاولاني للفستان البرنسيس. لا تنسونا من صالح الدعاء، لا تنسوا الاشتراك في القناه، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو، لا تنسوا الدال على الخير كفاعله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.